برنامج التقت مع والحين يلعب من اجل تحسين مركز، لكن احنا نلعب الفريق من اجل الحصول على بطوله الدوري، يمكن النقطتين هذه تهمنا اكثر من اخواننا الاتفاقيين. هم حقيقه لعبوا مباراه جارونا وجاريناهم، كان مباراه يعني قمة مستوى، حقيقه مباراه بطوله، وانا اعتبرها مباراه فاينل ان شاء الله، ان شاء الله تكون بوابه تتويجنا ان شاء الله دوري. هل هناك فريق لفت نظرك في الدوري؟ فكل حقيقه فريق الفرق هذا العام كانت منافسه محصوره بين عده فرق، ما في فرق هناك معي من تلقى الشباب كان بدايه الدوري منافسه، قد تصير بدايه الدوري الان منافسه محصوره بين الهلال والاهلي. حقيقه يعجبني ان فريق الاهلي حقيقه، وفريق الاتحاد اللي نقص بعض لاعبيه يمكن. طيب فريق الاتفاق حقيقه ما اقدر، فريق الاتفاق ما يحتاج شهاده، شهادتي في مجروح لانه من افضل الفرق العربيه.